بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل مع بعض يا باشمهندسين نتعرف على الكيان رقم 2 اللي موجود في صندوق الادوات وهو التكست بوكس. طبعا التكست بوكس اللي هو الشكل اللي قدامي ده، ولما بشاور عليه بالماوس بيظهر لي كلمه تكست بوكس زي ما احنا شايفين. التكست بوكس بضغط عليه كده ضغطه زي ما كنا بنتعامل مع الزرار، بضغط عليه ضغطه واجي واقدر احدد الحجم بتاعه زي ما احنا شايفين هنا، او دبل كليك عليه هتلاقيه ظهر قدامك هنا يا باشمهندس. اول ما بينزل التكست بوكس في النموذج عندي بلاقيه بالشكل اللي قدامي ده، موجود فيه كلمه تكست 4 او تكست 5 او تكست 6 او تكست 1 او تكست 2 وهكذا. طيب لو انا عايز اشيل كلمه تكست 4 او تكست 5 اللي موجوده ديت، باجي على خاصيه اسمها خاصيه تكست واشيل الكلام اللي موجود جواها. بصوا لاحظوا اللي هيحصل هنا، لما شلت الكلام اللي موجود جواها هنا الكلمه اللي هنا اختفت خلاص. طيب برضو هنا ممكن اجي على تكست 4 والغي الكلام اللي هنا عشان تبقى فاضيه. طيب تكست بوكس فايدتها ايه يا باشمهندس؟ هي لها فايدتين. الفايده الاولانيه ان انا ممكن اخرج عليها قيم. يعني ايه اخرج عليها قيم؟ يعني انا مثلا بحسب اجر عامل عايز اعرضه لليوزر، اعرضه ايه؟ اعرضه على تكست بوكس زي ما احنا شايفين كده، او ان انا مثلا عايز اعرض مجموع عددين فبستخدمها علشان اعرض المجموع. فهي بتستخدم للاخراج، يعني للاظهار، يعني لاظهار النتائج. ده الاستخدام الاول. الاستخدام الثاني انها بتستخدم علشان ادخل قيم للبرنامج. ازاي يعني يا باشمهندسين؟ تعالوا نشوف كده، نعمل ران للبرنامج اللي قدامي ده، وهاجي اقول له هنا 10 واقول له مثلا هنا 20 وقلت له اد يعني اجمع، قام جاي مطلع لي القيمه 30 هنا. طبعا الزرار اد ده له اكواد انا كتبتها بس ما علينا منها دلوقتي. فاللي حصل ايه يا باشمهندسين؟ انا استخدمت التكست بوكس الاولاني عشان ادخل القيمه 10، واستخدمت التكست بوكس الثاني عشان ادخل القيمه 20، واستخدمت التكست بوكس الثالث علشان اعرض النتيجه. يبقى انا يا اما استخدمه للادخال يا اما استخدمه للاخراج، ودول استخدامين مهمين جدا للتكست بوكس ولازم نكون عارفينهم كويس يا باشمهندسين، وما ينفعش ان احنا ما نكونش فاهمينهم كويس. ليه؟ بيجي الدكتور يقول لك اكتب برنامج بيستقبل مثلا الاجر بتاع العامل في الساعه وعدد الساعات ويعرض لي النتيجه، يعرض لي المرتب كامل. يبقى انت عارف ان انت عندك 3 تكست بوكس، واحد للساعات، واحد للاجر في الساعه، واحد لعرض المرتب بتاعه. يبقى احنا عارفين كده على طول، اخرج بيانات او اعرض بيانات التكست بوكس تخش معانا. طيب جميل كده عرفنا التكست بوكس وخلصناه. ده بالنسبه للجزء الاولاني يا باشمهندسين. طيب نكمل كده. لو انا جيت قلت لك خد البرنامج ده، هحفظ البرنامج بتاعي زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، هنحفظه باسم مثلا ايه؟ اديشن او اد، برنامج جمع، واقول له احفظه لي على سطح المكتب واقول له اوكي. هروح كده على سطح المكتب هلاقي هنا ايه؟ ملف اكسكيوتابل اسمه اد، ممكن اديه لاي حد واقول له خد البرنامج ده بيجمع عددين. طيب هنفتحه كده، هقول له مثلا هنا 20 واقول له مثلا هنا 31 اد، هيقول لي النتيجه كام؟ 51. يبقى كده انا عملت برنامج بيجمع. بس في مشكله صغيره، لو انا اديت البرنامج ده لواحد وقلت له خد البرنامج ده بيجمع عددين، هل المستخدم اللي هياخد البرنامج ده هيكون عارف ان ده العدد الاول؟ يعني هو اول ما شغل البرنامج كده هل هيكون عارف ان هنا المفروض يدخل العدد الاول وهنا المفروض يدخل العدد الثاني وهنا النتيجه تطلع؟ هل هيكون عارف الكلام ده؟ هيبقى صعب عليه. ليه؟ لان مفيش حاجه هنا بتضلله او بتقول له ان دخل العدد الاولاني، دخل العدد الثاني، الناتج اهو. مفيش حاجه بتقول كده. يبقى لازم احنا نعمل الحاجه دي يا باشمهندسين. يبقى لازم احنا نعمل الحاجه دي. فبنروح ايه بقى يا باشمهندسين؟ بنروح هنا كده على البرنامج بتاعي وبختار حاجه اسمها ليبل من صندوق الادوات. الليبل ده يعني ايه يا باشمهندسين؟ ليبل بالانجليزي معناها بالعربي يافطه او لافته، زي اللافته اللي بتبقى موجوده على الطريق وانت سايق العربيه. اللافته دي بتستخدم ليه؟ بتستخدم للارشاد، يعني عشان توضح لك حاجه معينه. يبقى انا هستخدم الليبل ديت علشان اوضح الوظيفه من التكست بوكس ده. مثلا هقوم جاي عامل الليبل هنا كده، الليبل الاولانيه، وهقوم جاي مثلا عامل كمان واحده هنا، وهقوم جاي عامل كمان واحده تحت. طيب هو اول ما حطيتهم ظهر هنا كلمه ليبل 1 ليبل 2 ليبل 3. عايز اغيرها، هتروح هنا على حاجه اسمها خاصيه الكابشن وتشيل كلمه ليبل اللي جواها وتكتب مثلا تقول له ايه نمبر 1، يبقى ده العدد الاولاني. او ممكن تحاول تكتب بالعربي كده نجرب. لا لسه هظبط انا الموضوع اللغه العربيه بتاعته دي، هظبطها ان شاء الله. نمبر 1. طيب وهنا هنقول له هنا مثلا نمبر 2، يبقى ده العدد الثاني. طيب وهنا يا باشمهندس هقول له هنا بقى الايه؟ الريزلت. هنا اقول له كده الريزلت، النتيجه. يبقى اصبح انا لما اسيف البرنامج كده اسيفه واقول له اد
ماشي، هيقول لي ده موجود قبل كده، هقول له ماشي عيد كتابته من جديد. هنروح نشغل اد، هتلاحظ ان هنا بيقول لك ايه، دخل العدد الاول، هنا العدد الثاني، هنا النتيجه. يبقى اذا انا لما امسك البرنامج يبقى فعلا افهم البرنامج ده بيعمل ايه. اقول مثلا هنا 41 وهنا 10 مثلا، اقول له اد، يقول لي النتيجه كام، 51. يبقى انا فهمت كده ان كل تكست من البوكس دوت وظيفته ايه من غير ما استخدم البرنامج يا باشمهندسين. يبقى اذا ناخد قاعده ثابته بقى عندنا، اللي هي ايه القاعده الثابته؟ لما يكون في تكست بوكس لازم يكون موجود معاها ليبل على طول كده. يبقى لما موجود عندي، لما يكون موجود عندي تكست بوكس لازم يكون موجود عندي ايه، ليبل يا باشمهندسين. طيب الزرار محتاج ليبل؟ لا. ليه؟ لان انا الزرار بقدر اغير الكلمه اللي ظاهره عليه من خلال خاصيه الكابشن اهو، مثلا اقول له اديشن كده، فتلاحظوا ان الكلمه اتغيرت. يبقى اذا هي الكلمه موجوده على الزرار نفسه. في التكست بوكس يا باشمهندس هتيجي تقول لي ايه، طب ما انا لما بكتب هنا في خاصيه التكست مثلا اي حاجه احمد مثلا بتظهر يا باشمهندس، ليه ما نعملش مثلا نقول له هنا نمبر 1؟ هقول لك اصل هنا المفروض بدل ما يظهر احمد انا ادخل العدد، ما يظهرليش حاجه، ده المفروض انا اللي ادخل القيمه، عشان كده استخدمنا الليبل. خلاص يا باشمهندسين، يبقى احنا كده خلصنا ثلاث كيانات مهمين جدا، البوتون اللي هو ده، التكست بوكس اللي هو ده، الليبل اللي هي دي. البوتون عرفنا ان هو بيستخدم لتنفيذ اوامر معينه عند الضغط عليه. التكست بوكس بيستخدم لحاجتين، يا اما انبوت يا اما اوتبوت، يا اما دخل من خلاله قيم يا اما خرج عليه قيم. الليبل بتستخدم كلافته او للارشاد، عشان اوضح وظيفه مثلا لحاجه معينه، ممكن يكون الحاجه ديت هي تكست بوكس، ممكن يكون اي حاجه تاني بصرف النظر يعني. بس القاعده اللي احنا قلناها ان لما يكون عندي تكست بوكس لازم يكون موجود معاه ايه، موجود معاه ليبل. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبتدي نركز مع بعض على الخصائص اللي موجوده هنا، بحيث ان احنا نعرف الخصائص المحدده اللي احنا محتاجين يعني نعرفها كويس خلال الكورس ان شاء الله. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن الخصائص. اتمنى ان يكون الفيديو ده ممتع بالنسبه لكم وافادكم كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.